شكرا السيدة النائبة المحترمة. أود أن أذكر السيدات والسادة النواب أنه في قرار المكتب ستنطلق ابتداء من هذا اليوم تسجيل حضور النائبات والنواب، وأن الغياب سيحتسب ابتداء من اليوم، فأرجو من السيدات والسادة النواب أن يستعملوا بطاقة الحضور حتى يسهلوا مأمورية المراقبة. نفتتح باب المناقشة. الكلمة للفريق التجمع الوطني الأحرار، السيد الرئيس النائب المحترم السيد محمد غيات في حدود 38 دقيقة. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.